تماشيا مع خطة التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية من أجل تطوير الخدمات الطبية في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، تم تشكيل الفريق الإداري لتسيير حركة المرضى في قسم الحوادث والطوارئ منذ بداية العام الجاري. يتكون الفريق من أطباء وممرضين متواجدين في القسم على مدار الساعة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمود كاظم السعيد، استشاري طب كبار السن، رئيس الفريق الإداري لتسيير حركة المرضى في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي. أهلا بك دكتور. طبعا ما هي مهام الفريق الإداري لتيسير حركة المرضى في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي؟ السلام عليكم، مشكورين على الاتصال أولا، ورحب بكم ومبارك عليكم الشهر مقدما. طبعا يعتبر هذا الفريق نموذج جديد في مجال إدارة جودة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، بحيث أنه يستخدم الطاقم الطبي المتواجد في الفريق خبرته الكلينيكية ويطبقها لحلول المشاكل الإدارية لتحسين انسيابية وسرعة العمل في قسم الحوادث والطوارئ، اللي مثل ما كنا نعرف يستقبل عدد كبير من المراجعين على مدار اليوم. يتكون هذا الفريق من أطباء وممرضين متواجدين في القسم على طول اليوم من أجل التعامل الفعال مع والمباشر مع المشاكل والقضايا الإدارية اللي تتعلق بالمريض أو الفرق المساندة في قسم الحوادث والطوارئ، وممكن أنها تتسبب في زيادة مدة الانتظار أو الازدحام. من أبرز المهام اللي يقومها الفريق هي القيام بجولات تفقدية متعددة ورفع التقارير اليومية للإدارة والتواصل مع الجهات المعنية من أجل طرح الحلول الجذرية للتحليل التحديات والمشاكل. نعم، إذا دكتور محمود، يعني بعد عملية التطوير الذي شهده طبعا قسم الطوارئ والحوادث، ما نسبة انخفاض مدة انتظار المرضى في هذا القسم تحديدا؟ الحمد لله، احنا من بدأنا بمشروع الحوادث والطوارئ والتوسعة الجديدة لاحظنا تحسن شامل ومستمر في مؤشرات الجودة في القسم. وفي الواقع أن تم إجراء دراسة في الأشهر الماضية، حيث تم مقارنة مؤشرات الجودة للمرضى قبل وبعد إنشاء الفريق الإداري، وتبين لنا أن المرضى اللي راجعهم الفريق الإداري كانت مدة انتظارهم في القسم من تشخيص أو علاج أقل بنسبة ساعتين من المرضى الآخرين. بالإضافة لذلك كان إجمالي مستوى الرضا لهؤلاء المرضى أعلى بنسبة 15% من المراجعين الآخرين. طبعا ما في شك يعني ان هذه العمليه تتطلب التطوير المستمر والمستخلص من التجربه العلاجيه للمرضى في قسم الحوادث والطوارئ، باذن الله راح نشوف في المستقبل الكثير من المبادرات الاخرى اللي تهدف لتحسين وتطوير جوده الخدمات الصحيه اللي تقدمها المستشفيات الحكوميه ان شاء الله. الدكتور محمود كاظم السعيد، استشاري طب كبار السن، رئيس الفريق الاداري لتسيير حركه المرضى في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى السلمانيه الطبي، شكرا جزيلا لك.